أعبر عن التيارات بالمش، أروح حق المش الثاني I2. يلا المش 2 هني، أنا هني ها قاعد أمشي، يعني مثلا ببلش من هني، بلشت من هني صادت voltage source، لازم أعوض بقيمته وإشارته، إشارته شنو؟ بلاس 12. قاعد أصعد فوق، زين صدق إني دشيت بالطرف الماينس، بس الطرف الماينس هذا الإشارات حق هالصوب، يعني حق المش هذي. لو أنا هني بمشي بالمش هذي، إحنا قلنا دائما التيار يدخل بالطرف الموجب ويطلع بالطرف السالب، فراح يصير بلس ماينس. هذا حق المش مالتي، قلنا عشان ما نلخبط نفسنا بالإشارات مشينا على قاعدة إن متى ما أنا قاعدة أمشي باللوب والتيار قاعد يمشي معاي، العلاقة دائما تكون بلس آي آر. بلس آي آر شنو الآي المار بالريزستر هذي؟ تيارين آي 2 وآي 1، صح ولا لأ؟ I2 I1، زين من الموجب ومن السالب؟ منو احط اول؟ قلنا تيار المشمالي اللي انا قاعده اطبق له الكي في ال هو الموجب، ماينس اي تيار ثاني قاعد يمر فيها. يعني ايش راح يصير هني؟ راح يصير 3 اوم، صح؟ الاي مالتها منو؟ انا قاعده اطبق كي في ال هني، صح؟ فراح تصير I2 ماينس I1. ليش I2 اول؟ لان انا قاعده اطبق كي في ال حق مش 2، لازم هو الموجب. نكمل، بعدين مشيت هني صادفت ريزيستره اللي هي كم قيمتها؟ 12 اوم. الحين انا بلس راح اكتب بلس بعدين اي ار، صح ولا لا؟ هذه الار، من الاي اللي قاعد يمر بال12 اوم؟ تيارين اي 2 واي 3. منو احط الموجب؟ الموجب هو تيار المشي اللي قاعد اطبق للكي في ال مالتي. منو اللي قاعد اطبق الكي في ال؟ مش 2، اي 2 هو الموجب، فلازم يكون I2 minus أي تيار ثاني يمر فيها اللي هو منو؟ I3. فالتيار المار بI2 هو عبارة عن التيار المار بـ 12 أوم وهو عبارة عن I2 minus I3. أوكي إنزين، خلص من هنا، قاعد أكمل KVL ماتي، بعدين صادت voltage source لازم أكتب قيمته مع إشارة الدخول إليه. قيمته كم؟ 70. إشارة الدخول إليه شنو؟ موجبة، فراح أكتب بلاس 70. بعدين قاعد امشي مني، منو صادفت؟ صادفت ريزيستر اللي هي قيمتها كم؟ 2 اوم. العلاقه شنو تقول لي؟ او سوري، القاعده شنو تقول لي؟ متى ما انت قاعد تمشين بالدائره والتيار قاعد يمشي معك، دائما علاقه V راح تكون بلس اي ار، يعني هني راح تكون بلس اي ار رغم ان الاشاره شنو؟ سالبه. بلس اي ار، فبلس الاي اللي هو منو؟ التيار المار هني عباره بس عن اي 2، ما في تيار ثاني، بس I2. ومنو الR اللي هي عبارة عن 2 ohm. في شيء ثاني بعد؟ لا، رديت حق أول شيء بديت فيه، فأكتب equals 0. هذه المشتري. يلا، أول شيء صادفته منو؟ مقاومة اللي هي عبارة عن 10 ohm. طبعا التيار قاعد يمشي كذي، فالتيار قاعد يمشي بنفس الاتجاه اللوب مالي. إنزين، يعني علاقة AV راح تكون بلس اي ار، يعني هني راح يكون ال في بلس اي ار، لان انا قاعد اطبق كي في ال، فراح تكون بلس اي ار، فراح يكون بلس. من الاي المار بالمقاومه هذه؟ عباره عن تيارين، هذا وهذا. منو احط الموجب؟ تيار المش مالي اللي قاعد اطبق للكي في ال. انا قاعد اطبق حق منو؟ قاعد اطبق حق المش 3، يعني اي 3 لازم هو يكون موجب. فهني راح يكون عباره عن اي 3 ماينس التيار الثاني اللي قاعد يمر فيها اللي هو اي 1. علاقة شو تقول لي مالت الفي؟ الفي تساوي بلس اي ار، بلس اي منو الار اللي هي 10 اوم. بعدين زائد قاعد يمشي التيار من هني لهني، بعدين قاعد يروح مني، صح؟ هذا الاي 3. انزين، بحسب الفي مني، انا قاعد اطبق كي في ال، فش راح يصير؟ 6 اوم بالاي، العلاقة راح تكون بلس اي ار. منو الاي؟ تيار واحد قاعد يمر اللي هو منو؟ اي 3. ومنو الار اللي هي 6 اوم؟ راح يكون عبارة عن I3 مضروب في 6 أوم. بعدين قاعد يمشي 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 التيار مني، قاعد يدش على مقاومة، التيار قاعد يمشي بنفس اتجاه اللوب مالي، فالعلاقة راح تكون مالت V بلس IR رغم ان الإشارة شنو؟ سالبة. ليش قلنا احنا ما لنا شغل بالإشارات؟ عشان لا نلخبط نفسنا، خلنا نمشي على هذه القاعدة أسهل. متى ما أنا قاعد أمشي بالدائرة زي كذي، يعني قاعدة أمشي كذي بالدائرة والتيار قاعد يمشي معاي، دائما العلاقة بلس اي ار، فهني راح تكون بلس اي ار. منو الاي هني؟ عبارة عن حاصل طرح تيارين اللي هما منو؟
I3 و I2، منو أحط بالموجب ومنو أحط بالسالب؟ I3 بالموجب. ليش؟ لأن أنا قاعد أطبق KVL حق I3، لازم I3 هو الموجب، فراح يكون I3 minus I2 مضروب بقيمة الـ R. منو الـ R عندي؟ اللي هي 12 أوم، أحط يساوي 0. هل عندي dependent source؟ لا. خلصت المسألة، أروح أحل ال زين. بعد ما طلعت الحين قيم الـ I1، قيم الـ I2، قيم الـ I3، أستخدمهم وأستفيد منهم عشان أوجد أي مطلوب وهو يبي. الحين أول مطلوب وهو طالبة التيارات من IA لـ ID، من IA لـ ID. عندنا أول شيء IA، IA مو نفسها هي I1. أروح أقول له أوكي تبي التيارات، ماشي، تيارات نعبر عنها بالمش، حاصل طرح تيارين، لكن بما أن هني تيار واحد قاعد يمشي ما في تيار ثاني، فالـ IA هو نفسه I1 وأكتب قيمته. زين أروح حق الـ IB، وين الـ IB؟ وين الـ IB بالمسألة؟ هذا الـ IB، الـ IB هو نفسه منه الـ I2 وأكتب قيمته. الحين نروح حق منه الـ IC، هذا الـ IC، الـ IC هو ايش فيه؟ هو نفس التيار اللي قاعد يمر مني ولكن بعكس الاتجاه، هو نفس I3 ولكن بعكس الاتجاه ماينس، احط له يعني. انزين اروح حق الـ ID، الـ ID الـ I المار بهالمقاومة هو عبارة عن حاصل طرح تيارين، منو ماينس منو؟ حاصل طرح تيارين. دائما يقولون لما يعبر عن تيار، احنا قلنا التيار هو حاصل طرح تيارين، صح؟ زين من الموجب ومن السالب؟ الموجب هو التيار اللي قاعد يمشي مع الاي دي مالي، ماينس التيار اللي عكس الاي دي مالي. يعني هذا الاي دي صح هو عباره عن حاصل طرح تيارين I1 و I3، بس انا مو عارفه منو احط اول بالموجب ومنو احط بالسالب. يقول لك منو قاعد يمشي مع الاي دي؟ حطيه هو اول. منو عكس الاي دي؟ حطيه هو الثاني. يعني منو قاعد يمشي مع الاي دي؟ اللي هو I1. فالاي دي هو عبارة عن I1 ماينس التيار الثاني اللي عكسه اللي هو منه، اللي هو I3. هذا التيار لو بتتبعه قاعد يمشي ترى كذي، فهذا مار كذي مع الاي دي وهذا مار عكسه ماينس I3، واحط قيمهم وطلعت اللي هو يبي اللي هو الاي دي. انزين بعد شنو عندي مطالب؟ اي خلصنا من الايات. قال ثاني مطلوب ابي من V1 ل V4. انزين من V1 ل V4، ماشي. V1 وينها؟ هذه V1. احنا قلنا دائما V هو عبارة عن plus or minus IR، صح ولا لا؟ صح. انزين V1 اللي هي مرة هني، صح؟ هذا V1 اللي هني. منو الI المار بالR هذه؟ منو الI اللي مار هني؟ اللي هو الI1. منو الI جاي يمر مني؟ الI1. ومن كم قيمة الR؟ اللي هي 4 أوم، بلس ولا ماينس على حسب اتجاه الاي، يدش باي طرف، موجب ولا سالب. شنو اشارة الدخول مالت الاي؟ موجبة. انا اصلا من المساحة حسبت قيمة الاي 1 فحسبت الفي 1. خل نصعبها شوية. لو نبي في 4، في 2 سهلة، نفس الطريقة، لكن ما راح يكون موجب، راح يكون سالب. ليش؟ لان الاي 2 يدش بالقطب السالب. خل نشوف في 4، في 4 ايه الصعبة؟ في 4 على اي اساس؟ احنا V4 احنا نعرف ان plus or minus IR، صح ولا لا؟ لكن الـ I هي عبارة عن حاصل طرح تيارين، منو احط طول؟ احط اللي قاعد يمشي من الدروب، سوري، تيار الدروب minus تيار الرايز. يعني هي مو عبارة عن حاصل طرح تيارين، منو التيارين اللي قاعد اسولف عنهم المارين بهذه المقاومة؟ اللي هي I3 و I2. تيار الدروب ماينس تيار الرايز، يعني التيار اللي قاعد يمشي من الدروب من الموجب السالب ماينس التيار اللي قاعد يمشي بالرايز من السالب للموجب. من التيار اللي فيهم قاعد يمشي من الموجب للسالب؟ لو نلاحظ ان I2 شفي قاعد يمشي شي 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 من الموجب للسالب. انزين والI3 قاعد يمشي كذي كذي كذي، بعدين قاعد يفتر، بعدين قاعد يدش من السالب للموجب، معناته هذا تيار الرايز، معناته هذا تيار الدروب. انزين يقول إن سويت الطريقة هذه اللي هي تيار الدروب ماينس التيار الرايز، على طول حطي موجب أو سالب IR.
إذا سوينا الطريقة هذه الآي قلنا عبارة عن حاصل طرح تيارين، تيار الدروب ماينس تيار الرايز، على طول شنو تحطين؟ موجب. منو تيار الدروب قلنا اللي هو آي 2، منو تيار الرايز اللي هو عبارة عن آي 3، وكم قيمة الآر اللي هي 12 أوم؟ آي 2 آي 3 أنا أوريدي طلعتها من المعادلات، فكذي إحنا نعوض أو خلينا نقول نعبر عن التيارات. إذا هو يبي تيار كذي بروحه مثل آي دي آي بي، أحدد علاقته بالتيارات اللي أنا فرضتهم آي 2 آي 1 آي 3، ودائما التيار اللي معاي ناقص التيار اللي عكسي. وبالنسبة للفولتج قلنا بالنسبة للفولتج بلس أو ماينس آي آر، إذا كان يمر فيها تيار واحد فهذا أسهل شيء، أشوف إشارة الدخول وأشوف من التيار اللي قاعد يدخلها. لكن إذا كان في تيارين قاعد يمر بالريزستر ماتي ويبي الـV، أشوف أحط دائما إشارة موجبة أول شيء، وأحط التيار الدروب ماينس التيار الرايز. أوكي هذا أهم شيء للبرمجة، بس عشان ما حد يتلخبط بيني وبين النوت، نوت المهندس كذي هو كاتب حاط الدروب حاط هذا رايز.